مش عارف اقول سعادتك ايه على كرمك وذوقك واخلاقك انك كتبت الشيك ده لحامله عشان اريح سمورتي حبيبتي واروح البنك اصرفه بايدي. كلك ذوق يا عفيفي. ده من اصلك يا نجمه. فوفو في بوفيه مفتوح باين عليه في حاجات حلوه قوي. ماما هو انت مش هتروحي ولا انت مش خدتي خلاص الظرف؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا غرام؟ معقوله حفله عيد ميلاد بنتي وما اقعدش فيها؟ هو احنا مش قد المقام ولا ايه؟ لا طبعا. يا عيني علي يا عيني على الدلع واللي بيدلعوا. اخرس واملى الهدوم اللي انت لابسها. ماشي يا بصي. اهلا يا جماعه. ازيك يا سربي؟ اهلا اهلا. كل سنه وانت طيبه. انت طيب. اتفضلي. مساء الكراميلا باللوز على جمالك يا نصار باشا. اهلا يا سعيد. اهلا 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 بيك يا باشا. ايه اتاخرتوا ليه؟ لا يا باشا اصل كان في عطل على الدائري في عربيه بنزين مقلوبه تريلا كبيره يا باشا والتكاتك عماله تردع بقى والناس ايه؟ ايه ده؟ الفل يا باشا انا مش هاخر عليك يا باشا. ادي القول ادي القول يا سعيد. الله يخليك يا باشا. تعالوا بقى اعرفكم على ضيوفي في الحفله. تعالى يا جدع. تعالى يا سعيد. حاضر. كده. حاضر. يا باشا انا عايز اعرفك جابر وسعيد. بعد اذنك يا حبيبي. بعد اذنك. اتفضل. طول عمرك محظوظ يا نصار. مساء الخير. فعلا محظوظ. الستات طبعا اذنك والرجاله اللي بيشتغلوا معاك. الله 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 الله. ده نظام قر بقى ولا ايه يا ربي؟ لا ابدا والله انا بتكلم بجد. باين عليهم جدعان فعلا. ذوقك يا باشا والله. بس اهم حاجه كل واحد يعرف حدوده وما يتعداهاش ما ينطش على شغل التاني خصوصا لو التاني دوت يكون اكبر منه. كل واحد يلعب في ملعبه وبس. الله عليك يا باشا كلامك كله حكم والله. على اي حالات يا رب باشا كل واحد بياخد رزقه. تمام يا نصار تمام كل واحد بياخد رزقه. عن اذنك عن اذنك يا باشا. اتفضل. يلا جابر. يلا سعيد. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اسمحوا لي اعرفكم باجدع رجاله في مصر. جابر سعيد. العيال دي حكايتها ايه يا شمعان؟ شايف ان نصار بيه واخدهم تحليلات وكده وقازح. يا سيدي ما تحطش في دماغك. الغربان الجديد ليه شده. بس الواد اللي اسمه جابر ده حاطط مناخيره في السماء وفاكر نفسه حاجه. فاكر ان هو يلا هنا ما هناك. ايه؟ هو عضك عضة جامدة أوي؟ تاني ده هبشني هبشني همشة جامدة أوي. أنا فوتها بمزاجي عشان المصلحة تمشي. بس هيروح مني فين؟ ثم هو طبال وأنا زمار. بس الله يا مسودتك معنا. سود على دماغكم إن شاء الله. عن اذنكم. اتفضل اتفضل. ايه دي مين الحته اللي مع صنصار بيد اللي بتسلم عليك دي؟ الدكتوره اللي قلت لك عليها. هو ده هو ده الشغل بس شكلها شديده قوي قوي ومستويه. اللي يشوف حفله غير اللي يسمع عنها. فاحنا بقى دلوقتي في الشوافين وفي الافعال فعايزك بقى تبدا نزلك. عيب عيب.
عرفتيها؟ واثق من نفسك انت قوي. ها بصي على جمالها، بس نفسي في واحده زيها تكون من لحم ودم، تكون شبهك، يعني حقيقي حقيقي تكون انت امها. هو انت ايه؟ ما بتزهقش؟ مستمر؟ ها فوق لنفسك يا جابر، بلاش تعيش نفسك في الوهم. ها انت بالنسبه للناس اللي جوه دي ولا حاجه، لو رضيوا عنك هيسيبوك تعيش في وسطهم، ولو قلبوا عليك هيمسحوا اسمك من على وش الارض. فبليز بلاش تعيش نفسك في وهم وتعيشني معاك وتضيعني معاك. احنا فعلا ولا حاجه. عمرك بصيت للناس اللي جوه دول الدور ال20؟ هتلاقيهم قد كده. لو طلعت للدور ال21 و22 و23 هيصغروا قوي 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 كده، وفي لحظه كده مش هتشوفيهم. الناس اللي جوه دول انا مش شايفهم. انت مجنون يا ابني والله، مش طبيعي يعني. خد خليها معاك.